السلام عليكم اخوة الكرام، احبائي اخوكم محمود عاطف من قناة محمود وكوفو. شكرا دعمكم، شكرا للناس اللي سألت عليا. غبنا عنكم شهر، كان غصب عننا، كان في حاجات كتير قوي، منها الظروف اللي بتحصل في العالم وفي غزة بالتحديد، فكل الحاجات دي بتتأثر على نفسية الواحد، فمش عارفين نصور ازاي ونقدم ازاي، ولكن مضطرين نشتغل، مضطرين نقدم، الكلب بيكبر، حاجات كتير مضطر اعملها فغصب عني، سامحوني. الحلقه بتاعت النهارده حلقه مفيده، مهمه جدا لناس كتير من المربيين، لان كوفو عنده النهارده حوالي 6 شهور، بيخرج يتمشى بشكل عشوائي معايا اوف ليش، وهو سايب بيمشي جنبي. كوفو كوفو تعالى هنا، تعالى بس اقعد، هو مش عايز يجي على السجاده عشان حر. ف اللي انا هعمله بقى النهارده ان انا هبدا اعلمه ان هو يمشي جنبي خطوه بخطوه، وفي نفس الوقت هنطلع نتمشى على الشارع الرئيسي، هناخد مشوار. اتمنى الحلقه تعجبكم، تنسوش احنا بنعلم الكلاب بالطرق دي علشان يكون عندها قدره على ده، ولكن الطبيعي ان انت تمشي بكلبك وهو لابس سلسله. فنصيحتي لو هتعلم كلبك من خلال فيديوهاتي علمه علشان تكون عنده المهاره، مش علشان يكون ده نهج حياتك او ده الطبيعي ان انت بتنزل بيه وهو سايب، لان مهما كان فالسيطره على كلب محتاجه حد مختص، السيطرة على كلب سايب قوي محتاجة حد شاطر عمل الموضوع ده أكتر من مرة في أماكن أمان قبل ما يبقى فيها في الشارع وسط الناس. يعني أنا مش هنزل بالكلب ده كده وسط الناس غير لما أكون أنا مأمن نفسي كويس قوي، واثق من نفسي 100%، واثق من الكلب، وعارف أبعاد الرحلة بتاعتنا. فأتمنى الحلقة تعجبكم، تنسوش لو أنتوا على اليوتيوب تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، لو أنتوا على الفيسبوك تعملوا لايك للحلقة دي لو عجبتكم، وفولو لصفحتنا. ويلا استنى استنى، انزل معايا تعال، بس استنى استنى، خليك فوق، لا خليك فوق، شاطر. الحاجات البسيطه دي لما بتتعمل بتزود من صفتك مع الكلب، بتزود من سيطرتك عليه، علشان لما ننزل الشارع وابدا ادي تعليمات يكون هو مهتم بيها. يلا بس بس استنى استنى، سمعت؟ كفو استنى، شوف حتى لو اتاخر سنه مع الوقت هيظبط. يلا هوريكم الاول الطريقه اللي هو بيتمشى بيها معايا واحنا بنتمشى، وبعد كده هوريكم لما بصحى. كفو كفو، هي سلمت على اصحابك خلاص؟ هنا كفو بس بسلم على فيروزه وعلى بنت فيروزه، ونبدا بقى جوله التمشيه ان شاء الله تعدي على خير. بص بص اللقطه الجديده بقى، ما شاء الله بيرفع رجله. لازم تعرفوا ان الكلب ده انا كنت عيان بقى لي اسبوعين قاعد في البيت، فهو كمان كان قاعد اسبوعين معايا في البيت ما بينزلش، ده شيء مش صح، ولكن للاسف ما حدش بينزل بكوفو غيري. اهو هو نازل طبعا الشارع وحشه، متنسوش تقولوا ما شاء الله اللهم بارك عليه. يلا بينا. تعالى هنا هنا هنا، يلا يلا تعال تعال، يلا يلا، لا لا يلا، لا بابا، لا لا لا، يلا تعال يلا، خد تعال. زي ما شفتوا ده المشي اللي هو متعود عليه، ان احنا بنمشي عادي وبيبدا هو يتحرك حواليا، بامنه بطلب منه لا او تعالى او ابعد او ايا كان، على حسب الخطوره وعلى حسب الموقف اللي انا فيه، ولكن لسه ما وصلتش ان هو يمشي جنب رجلي خطوه بخطوه. فده اللي انا عايزه النهارده، وده اللي هبدا اعلمه له من النهارده. متاخر طبعا ومقصر مع الكلب ده في حاجات كتير، ولكن كلها تتلحق ان شاء الله وكلها متعوضه. يلا كفو يلا يلا يلا، في ريحه شدته خلاص خلاص.
خلاص. لا 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 خلاص يلا. لا لا يوكو شاطر. لا كفو فوق ستوب. زف زف خد هنا تعال يلا لف يلا يلا. لا 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 هنا يلا هنا شاطر. ستوب ستوب شاطر. لا لا مكانك يلا جنبي جنبي يلا هنا هنا شف خبو ركز تعال يلا هنا هنا شاطر يلا هنمد شويه في النص يلا يلا هنا 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 اعمل حمام لا يلا يلا جنب شاطر جود بوي لا لا أكيد الثبات اللي انت عالي عنه. يلا استنى استنى بشويش. لا يلا يلا بس مكانك شوط يلا ويش. لا روح شوط يوكو روح مكانك زف ارجع ارجع خد تعال انت بس يلا يلا هنا هنا يلا 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 هنا بسرعة هنا 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 تعال شوط شوط يلا يلا الكلمة اللي ما بتنجحش الايد بتنجحها. هنسلم على جوليا ام ليل. جوليا عادي عادي العب معاك بشويش بشويش. جوليا جوليا ما تخافيش منه كوبو بس هو شكله كبير شوية. شاطر شاطر دي جوليا للناس اللي فاكراها كوفو بشويش
ويلا نتمشى والنادي عليه يجي جنبنا. يلا كل مرة الكلبك بيفرض فيه على الانضباط من خلالك وبتسمح له بعدها يرجع تاني للسيستم ده، مع الوقت بيبقى فاهم ان انت بتدي مساحة وبتاخد مساحة فبيسمح لك باللي انت عايزه. حبيبي يا كيمو يلا 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 هنا هنا. خليني برضه اقول لكم على معلومة. شوفوا مكانك، اقف مكانك، قرب شويه. الكلاب كائنات روتينيه، مكانك يعني هو متعود دلوقتي ان هو بيعدي. لا 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 مكانك خلاص، بمعنى ايه؟ ان هو متعود ان هو دلوقتي بيعدي بيشوف اطفال بيشوف ناس بيشوف كلاب. السيستم اللي انا بخليه يمشي معاه معايا جنبهم بيه هو ده اللي هلاقيه لما يكبر، يعني مهما كبر لو انا عودته على السيستم ده ده اللي هلاقيه منه لما يكبر. رد فعله تجاه الاطفال اللي بتشوفوها دلوقتي هي اللي هتشوفوها منه لما يكبر، طريقه لعبه مع الكلاب هي اللي هتشوفوها لما يكبر، كل حاجه طبعا بنعدلها شويه. يلا يلا. لا شويش تعالى هنا هنا بسرعه. جنبي جنبي يلا يلا بس بس لا يلا 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 هنا 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 بس هنا 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 بس فوق مكانك. هسلم على واحد صاحبي. لا اقعد زفت اقعد مكانك وارجع تاني. لا لا انا قلت ايه؟ الله يسلمك يا شيخ. زي ما تلاحظوا قرب شويه عشان الصوت. اقعد الارض سخنه عشان كده بيقع. المهم ان في عز ما انا بسلم على واحد صاحبي ما شفتوش بقالي كتير كسر الامر، سبت السلام ركزت مع الكلب ورجعت. فبالتالي لو انت خارج حصه مع كلبك ما تسيبش حاجه تشتتك عن تحقيق اللي انت عايزه، لان كلبك بيفهم ان انت كده عندك نقطه ضعف. يعني لو اكتشف ان انا كل مره اسلم على حد هو يقدر يتحرك مش هيبقى ليا سيطرة عليه. لا 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 تعال بص عدد الكلاب. لا لا مكانك. لا مش ويش. Oh!
البلدي اللي بنواجهها في الشارع. ها ها تعالى هنا، خد هنا 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 جنبي جنبي، لف لف معايا هنا 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 هنا، بس كده بس كده مكانك. الكلاب البلدي اللي بنواجهها في الشارع لو ما حسوش ان انت شخصيه وانت ماشي مع كلبك هيقربوا يتطاولوا عليك وعلى كلبك. بمعنى لو الكلاب دي مش حاسين ان انا اقدر احمي الكلب ده واحمي نفسي كان زمانهم عضوه من ظهره كذا عضه من اول الرحله لهنا.
فالناس اللي بتواجه مشاكل مع كلابكم، انا ما ضربتش ولا كلب من الكلاب البلدي ولا روعت ولا كلب، ولكن حسسته بحدود اللي بحس فيهم ان هو ذكر وجاي لا مكانك. فكل اللي انا بعمله ان انا بخوفه وهو راجعوا الحلقه ويلا بينا نكمل يلا. برضه في حاجه مهمه، راعوا الناس اللي ماشيه في الشارع. يعني لما بلاقي حد ماشي خايف بقف بستناه يمشي وبكمل. اهم حاجه لا تخوف حد ولا تأذي حد. كل اللي انت عايزه تسيطر على كلبك وتعلمه. هنا 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 لا 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 هنا 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 هنا. بس استنى استنى مكانك مكانك يلا. البيت حابب اوريكم بقى كوفو هيبقى على الوضع ده كده، اخره يقوم يشرب مية، يقوم يعمل، انا خليته ياكل طبعا من شوية، يقوم يعمل حمام، ولكن هو خلاص على الوضع ده لان هو طلع طاقة ذهنية وجسدية، وانا قلت ذهنية قبل الجسدية، لان الكلب لما بينزل يتمشى ويقابل احداث ويفهم حاجات كل ده بيأثر على عقله وبيدي له معلومات كتير، فبيبقى محتاج يحللها ويبقى محتاج يعني فرهد عقله فرهد، فهو حتى لما يصحى ويبقى عنده طاقة هيبقى يدوب قاعد كده بيفتكر اللي حصل. ما شاء الله، تنسوش تقولوا ما شاء الله.